من بعد ما صرحت بيسان إسماعيل عن انفصالها رسميا عن أنس الشايب بمقابلة مع كارول ضمن Get Real with Carol وضمن عادة البودكاست أيضا، صار الثنائي أنس وبيسان تحت أضواء الجمهور وصاروا حديث الناس لحتى يتمكن الجمهور من معرفة حقيقة الخلاف اللي صار بينهم وشو سبب هذا الانفصال اللي ما أعلن عنه وما صرح عنه الثنائي لحد الآن. فبما أن الثنائي صار تحت الأنظار فالجمهور عم بيراقب كل صغيرة وكبيرة من خلال ستوريهاتهم وفيديوهاتهم وبوستاتهم، والبعض منها بيكون الثنائي قاصدين بعض فيها مثل آخر بوست شاركوا أنس على صفحته على إنستغرام. فمؤخرا شارك أنس فيديو على تيك توك كان عبارة عن تصميم مع اليوتيوبر لانا محمد واللي حقق ملايين من المشاهدات، حيث حكى الجمهور عن شو اللي خلى أنس يشارك هالفيديو بهذا الوقت تحديدا وقت انفصاله عن بيسان إسماعيل، وشاف البعض أنها محاولة من أنس لانفعال بيسان وغيرتها عليه. ولكن واللي لفت انتباه الجمهور هو مشاركة بيسان إسماعيل فيديو بعد أثناء قليلة على نفس الأغنية اللي شاركها أنس، وشافها البعض أن هذا الفيديو كان رد من بيسان على فيديوهات أنس اللي شاركها مع اليوتيوبرز التانيين. فشو رأيكم أنتو؟ وأنس صرح قبل فترة أنه رح يشارك فيديو مدته ساعة كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة ينهي فيها من خلاله كل الجدل اللي صاير ويكشف الحقيقة من وجهة نظره، والجمهور ولحد الآن عم ينتظر هالفيديو لا يعرف حقيقة الموضوع. فشو رأيكم باللي صار بين أنس وبيسان؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.